ازيكم يا ستات، يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم حاجه خفيفه وسهله ان شاء الله كالعاده. يعني هنعمل مع بعض شوربه البنجر. ما ينفعش يعدي الشتاء كده خلاص، احنا البنجر هيختفي، لازم نلحقه كده بحاجه سخنه. يعني احنا دايما متعودين ندخله في سلطات، وفي ناس تعمل بيه دريسنج، صلصه وصوصات كده خفيفه، ندخله في شوربه النهارده باذن الله. والطبق الثاني هعمل لكم فتت الفول النابت للناس برضو النباتيين. انا هستخدم فيها زبادي، بس على فكره في نباتيين بيستخدموا البيض بس، وفي نباتيين بيستخدموا البيض ومنتجات الالبان، منتجات الالبان بس ما بيستخدموش اللحوم. هنبدا الاول بسلطه البنجر. انا دلوقتي هقول المقادير، معلش. بالنسبه لسلطه البنجر هحتاج بصلايه، هحتاج بنجر مشوي في الفرن، وهحتاج كريمه حامضه اللي هي الساور كريم، وهحتاج زبادي لايت من خالي الدسم، ما فيهوش اي دسم، وبس. هي مقاديرها سهله وبسيطه جدا، وجزرايه وبطاطسايه. هقول تاني، بنجر مشوي في الفرن، وهحتاج بطاطسايه وجزرايه وبصلايه بكريمه حامضه وزبادي، زبادي خلي الدسم طبعا. هنبتدي، هحتاج بس جوانتي لان البنجر بيبهدل الايد. اللون الاحمر اللي فيه بيبهدل الايد. نلبس جوانتي كده عشان ايه؟ كاميرا بقى اهو كده. بسم الله. البنجر من الحاجات اللي فيها حديد ومضاده للاكسده، وعلى فكره لو قعدتوا تشربوا بنجر مثلا، الناس اللي نفسها خدودها تحمر وكده، لو قعدوا يشربوا بنجر كذا يوم يعني اسبوع ولا حاجه، فعلا هيلاقوا وشهم ابتدى يظهر عليه نضاره واحمرار. البنجر والطماطم والرمان من الحاجات الحلوه قوي في الموضوع ده. انا هقشره بس، انا شويته في الفرن، مش هحاول طبعا اكل منه بقدر الامكان. بصوا، هي القشره ما شاء الله هتنزل على طول من غير اي حاجه. هو سخن بس عادي، يعني كلنا متعودين ان احنا نمسك حاجات سخنه. نقشره بالشكل ده. الحاجات بقى لما نيجي نشوي مثلا بنجر او بتنجان او فلفل، ساعات بنحب نعمل، في حاجات ممكن نعملها بالفلفل المشوي او بالبنجر او بالبتنجان، ممكن نجيب ميه ساقعه لكه ون يعني نمسح ايدينا فيها ونعمل تاني على اساس ان القشره تتزحلق، نعرف نزفلط تزفلط كده تتزحلق. دي برضو من الحاجات اللطيفه وبتساعد على تقشير الحاجه بسرعه. انا بالنسبة لي دي خلاص. انا بقى بعشق ريحة البنجر، يعني حاجة كده ما شاء الله ريحته جميلة وطعمه مسكر، ده حاجة كده احلى حاجة ان احنا يعني نعتمد على السكريات الطبيعية، ناكل حاجات فيها سكر طبيعي. هجيب على طول هنا عشان الوقت، احط البنجر. متهيألي 2 كفاية، مش هستخدم اكتر من كده، مش عايزة اكل منها قوي، نعمة ربنا برضو. مش مثلا ان انا عشان انا بعمل حاجه واقعد اكل منها وارمي منها ومش عارفه ايه، لا يعني انا بعمل كده في بيتي والله مع ولادي. بس هي سخنه جدا 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 جدا. عايزه اقول لكم على حاجه، وانا بقطع البنجرايه دي ما
مره كنت في جروب كده من الجروبات اللي انا مشتركه فيها، وكانت واحده كاتبه بتسال بتقول انا اتخبطت خبطه جامده جدا، وزي ما يكون حصل تجمع دموي في الخبطه وازرقت. طبعا بقى لقيت الناس بقى معلقه حطي كريم وحطي مش عارفه ايه وهاتي مش عارفه ايه من الصيدليه. وطبعا الحاجات دي ما نستغناش عنها يعني، بس احسن حاجه بقى للموضوع ده وعن تجربه وعن ناس كتير قوي جربته، يعني في ناس ما كانتش بتصدق بس لما كانت بتجرب نفع معاهم، هو زيت الزيتون. حطوا زيت الزيتون لو ولادكم وقعوا والوقعه زرقت او لونها غير، ده بيبقى الدم متجلط، حطوا زيت زيتون 3 ايام هتختفي بالظبط. 3 ايام الزرقان ده هيختفي تماما. انا محتاجه ايه؟ اقطع البصل، اشطف بس السكينه عشان عايزه اقطع بيها البصل. جربوها ان شاء الله وهتفرق معاكم. انا حتى قلتها لواحده صاحبتي بتقول لي انا ما كانتش عندي زيت زيتون فجربت زيت عادي، بتقول لي فضلت قاعده اسبوع، كانت عند حد من اولادها وزرقاها مزرقه جامد قوي، كانت بتقول لي معصباني جدا يا سمر مش عارفه اعمل فيها ايه. تقول لي اول ما جربت موضوع زيت الزيتون ده في يومين الزرقان ده اختفى، ابتدى يختفي ويقل ويكش، وحتى الالم انتوا عارفين الحاجات الزرقاء دي بتعمل الم لما بنضغط عليها بتوجع قوي، بتقولي حتى يعني الالم ابتدى يختفي. حطوها واعملوا مساج عليها، مساج كده لمده دقيقه بزيت الزيتون كفيل ان هو يعالجها. انا هولع النار هنا وهقطع البطاطسايه دي، احاول اقطعها رفيع شويه عشان تستوي نفس سوى البنجر. طبعا انا قطعت البطاطس مكان البنجر عشان كده كده احنا هنعمل شوربه واحده وهنحطهم على بعض. ماشي، فمش مشكله طبعا لو احنا هنقطع حاجه مكان ال يعني مكان البنجر، ما دام احنا كده كده هنعمل شوربه بنجر وبطاطس يعني. هقطع الجزر، تعالي انا رايحه فين، تمام كده عايزين نقطعه اصغر مفيش مشكله. والبصل البصل يبقى انا هنا شويت البنجر وقشرته وقطعته وحطيته، وهحط وحطيت عليه بطاطسايه وجزرايه، ودلوقتي هحط البصل. تمام، انا عايزه بس احط الشوربه، عايزين نتخلق عشان الوقت، بس عايزين طبعا دول 3 كوبايات شوربه، عايزين تعملوا شوربه خضار، عايزين تحطوا ميه وتحطوا مكعب مرق، حاجه اختياريه. تمام كده، بسم الله. بصوا اللون الاحمر الجميل ده جميل ما شاء الله. كده انا همسح المكان ده، وقبل ما نطلع الفاصل هنعمل هنحمص العيش اللي هنعمل بيه فتت ال، هشيل البصل ده بس عشان ما يقعش، حرام نعمة ربنا. هقطع العيش
هحمصه اللي هعمل بيه فتة الفول النابت، بس هغسل ايدي بس. هغطي دي بس تقليبة. وننقلها هنا افضل على النار العالية. انا ما حطيتش اي توابل او اي حاجة، خليها بس ايه مع نفسها شوية كده وبعدين احط. دلوقتي هنقطع العيش، ده عيش طبعا بني. عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه للعيش، العيش مش كل عيش لونه بني بيبقى فعلا بدقيق قمح كامل او سمن، في الوان بتتحط، فنخلينا بس يعني ايه حذرين في الموضوع ده، لان انا حتى سالت ناس فعلا انا بثق فيهم قالوا لي يعني ناس شغالين في المجال ده قالوا لي مثلا الدقيق فعلا الجوده العاليه والكويسه اللي هو فعلا اسمر والكواليتي بتاعته والجوده بتاعته عاليه، شكاره الدقيق تعمل لها مثلا 700-800 جنيه 16 كيلو. فطبعا في اماكن بتبيعه رخيص جدا، فاهم حاجه بس ان احنا احسن حاجه ان احنا نعمله فيلم، نجيب دقيق قمح او دقيق شعير مع شويه شوفان هيعمل احلى عيش في الدنيا. امسح ده وهرش رشه زيت زيتون هنا، رشه بسيطه كده. ودلوقتي بقى متوفر في السوبر ماركت الكبيره البخاخات بتاعت الزيت، رشه ملح، ولو عايزين تحطوا زعتر ابقوا حطوا. هقلب تقليبه وهنفصصه كده خالص عشان يتحمص. واحده من المتابعين بتقول لي انا لما بروح لما بتيجي الحلقه بتاعتك بقعد اتفرج عليكي وما ببقاش عايزه اقوم اشرب ميه الا لما بيجي الفاصل. قلت لها خلاص يا اميره بعد كده اطلعي، اما اطلع فاصل روحي اشربي ميه، روحي اشربي ميه يا اميره، اشوفكم بعد الفاصل.